الحجه اللي كان يحكي عليه السيد الوزير هو كيفيه مقاومه مظاهر الفساد في المجال الرياضي وخاصه قطاع الرهانات الرياضيه. اللي نحب نبدا بشويه ارقام على صعيد العالم وعلى صعيد تونس، القطاع هذا هو 2000 مليار دولار في السنه كمداخيل متداوله في السوق العالميه، والرقم المرعب هو 1700 مليار. من 2000 مليار مصدرها فاسد ومصدرها مشبوه لانها مربوطه بشبكات تمويل الرهانات الرياضيه. الرهانات الرياضيه في العالم هي راي 5000 حاله او شبهه تلاعب بالنتائج الرياضيه سنويا في العالم. دونك الشيء اللي صار في تونس عنده في العالم عنده انعكاسات على تونس، واحنا ماناش معزولين على العالم. واليوم في تونس راهو قطاع الرهانات الرياضيه راهو 1000 مليار دور في البلاد، لكن للاسف صفر مداخيل في الرياضه. وتعرفوا اللي تاريخيا الرهانات الرياضيه ارتبطت منذ سنه 1960 بتمويل الرياضه، يعني انه اغلب المداخيل تمشي لفائده الرياضه، شركه نهوض بالرياضه منذ تاريخيا اعطت 600 مليار لفائده الدوله لتوظيفها في خدمه الرياضه والرياضيين، سواء في شكل مشاريع رياضيه مباشره او في شكل منح ومساعدات لفائده الجامعات الرياضيه. الانعكاس الثاني هو كما كان يحكي السيد الوزير ظاهره التلاعب بالنتائج الرياضيه اللي اصبحت مفضوحه واصبحت دون رد، رغم ان الهياكل الدوليه خاصه اللجنه الدوليه الاولمبيه والفيفا عندها التعليمات الصارمه واللوائح نتاعها اللي هي ملزمه لكافه الهياكل الرياضيه لتسليط العقوبات الرياضيه على كافه. اليوم دوله كما اوغندا ودوله كما الكاميرون مازالوا يتخذوا عقوبات في انزال فرق اللي هي تلاعب بالنتائج الرياضيه، واحنا قعدنا نتفرجوا ونستناو في النيابه العموميه شنو مش تعمل. دونك تنظيم القطاع تاع الرهانات الرياضيه هو احد اهم التدخلات لاسترجاع الدوله مكانتها، وخاصه استرجاع الاموال اللي نجم نقول بين ظفرين اصبحت اموال منهوبه والرياضه لا تستفيد منها. وكانت القطاع الرهانات الغير مشروعه اصبحت معناتها عندها انعكاس كبير على التمويل الرياضه، لانه مداخيلنا احنا لو نقارن بين شطات شركه نهوض بالرياضه للدوله سنه 2013 اللي هي في حدود 60 مليار، اليوم عاش نوصلوا حتى ل 14 او 13 مليار في السنه اللي هو مبلغ غير كافي. دونك احنا خطتنا الاصلاحيه بالطبيعه تحت اشراف وزاره الشباب والرياضه تهدف الى اول حاجه الى تنظيم السوق التونسيه. هدفنا الرئيسي هو تنظيم القطاع، هو استعاده الاموال لفائده الرياضه التونسيه وكذلك استيعاب السوق الموازي. اليوم احنا شنو خطتنا؟ خطتنا تتمثل انه لابد خطه وطنيه، يعني تتظاهر فيها مجهودات كافه الوزارات وكافه الهيكل العمومي، لانه اليوم احنا في ظرف عامين كنا كبروموسبور نحاربوا حدنا، وقمنا باجراءات كبيره عن طريق سلطه الاشراف لتحسيس كافه هيكل الدوله. اليوم هيكل الدوله الحمد لله فاقت وزاره الداخليه اليوم تحرك، لجنه التحاليل الماليه اصبحت حريصه على اصدار قانون اكثر منا احنا، واعطتنا راهو قالت مساله عاجله، لان اللجنه التحاليل الماليه اكتشفت عديد جرائم تاع تبويل اموال، واكتسموا حتى على مواقع التواصل الاجتماعي بريسك في ظرف كل يوم هاو شكون وقفوه. هاو البارح اخبر انه وقفوا زوج مهندسين متدخلين في جرائم تلاعب بالنتائج الرياضيه. دونك احنا كوزاره الشباب والرياضه اقترحنا على سلطه الاشراف وتبنيت الحمد لله المشروع وعرضناه على كافه الوزارات ونسقنا معهم، وفما خطوه توا جاهزه باذن الله ان تتعرض على مجلس الوزراء بما في ذلك مشروع المرسوم. مشروع المرسوم الهدف في الرئيس نتاعو عنده اهداف كبيره وعنده مبادئ يحب يكرسها. اول مبدا انه هو ربط اول حاجه النشاط هذايا لابد من ترخيص باش تنشط، وهذا راه معمول به في كافه دول العالم. في كافه دول العالم ما فماش اوبيراتور دو جو، يعني منظم العاب يخدم خارج اطار الترخيص، وخاصة في الدول الأوروبية، لأنه النظام الدولي فيه زوز تجارب، يا إما التجربة نتاع مؤسسة وطنية على جرار برموسبور، يا إما مؤسسات خاصة تاخذ تراخيص صريحة وواضحة من قبل الدولة. الهدف الرئيسي نتاعه هو ربط الرهانات الرياضية بتمويل الرياضة. احنا نحب الرهانات الرياضية هي تكون خط رئيسي وخط
كبير في تمويل الريال. نحن اليوم احنا نطمع عن طريق تنظيم القطاع الى مضاعفة مداخيل الدولة الى حوالي، نعطيكم بعض الارقام، الى حوالي 3 أو 4 أو حتى 5 مرات، وربما في ظرف 10 سنين واللي نوصله حتى معتها مضاعفتها 10 مرات. الشيء هذا دونك المرسوم يهدف الى تنظيم القطاع من خلال اقرار انه النشاط هذا راه نشاط يرتبط بالامن العام وبالنظام العام وليس بالنشاط التجاري العادي. يعني اي واحد حك راسك وحل باتين ده انشطة عالمية وابدا نظم الرهانات، لا، هذا نشاط خطير لا بد ان يتم تنظيمه تحت شرف الدولة. ثاني هدف انه اغلب الموارد ولا القسط الكبير من الموارد يمشي الى خزينة الدولة وتحديدا الصندوق الوطني للنهوض بالرياضة والشباب لتوظيف هذه الأموال في مشاريع تهدف إلى تطوير الرياضة ومساعدة الهيكل الرياضي. الفضاء الرقمي إلى حد الآن ما دخلناش، لكن احنا كمؤسسة وطنية لم نلجأ إلى الأساليب اللي تجأت لها المؤسسات اللي انتصبت في تونس دون وجه حق، واللي هو أنك تكري منصة أجنبية وتخدم تدير الألعاب عن طريق منصة مأويات بالخارج وأغلبها في جنة غربية أو شيء في مالطا، شيء في صربيا، شيء في جزر كورسا، شيء في الكاريب. احنا مؤسسة وطنية ما نجمش نخدموا لنا. احنا اليوم عندنا 3 سنين نخدموا على عقد الشراكة وعقد اللزمة مع مؤسسة، وعملنا طلب عروض وطني. بعض المؤسسات وبعض التوانسة شكوا فينا اللي احنا العقد هذا مش نعملوه بالمراكنة أو بالتراضي أو تحت حيط، لا يا سيدي، عملنا أبيل دوفر انترناسيونال وخدمناه تحت شراكة الهيئة العامة للشراكة بين القطاع الخاص والعام والخاص اللي ترجع بالنظر إلى رئاسة الحكومة، وخذينا كافة التراخيص والعرض الأفضل كان للشركة الإيطالية. احنا علاش رمينا عملنا التوجهات لثلاث أهداف رئيسية. أول حاجة لشركة نهوض بالرياضة باش تطور من إمكانياتها وباش تنظم تكون هي الفاعل الرئيسي في السوق التونسية واللي عنده الشرعية التاريخية واللي ينجم يأطر العملية ذي، في حاجة إلى شراكة مع مؤسسة عالمية قوية عندها الإمكانيات المادية والبشرية والتجارية باش تنقل لنا المهارات، لأنه من شروط بتاع عقد اللزمة اللي هو مش يدوم على 10 سنوات بإذن الله أنه نقل المهارات، بمعنى أنه راهي الشركة ملزمة بنقل مهاراتها الفنية والتجارية والتقنية إلى إطارات شركة نهوض بالرياضة. ولشركة نهوض بالرياضة بعد والدولة ووزارة الشباب والرياضة لتقرير أنه بعد 10 سنين احنا وتطورات السوق إذا كنا عندنا القدرة الكافية لتنظيم الألعاب بمفردنا يخرج الشريك الإيطالي ونقعدوا احنا جاريو، كما أنه نجموا حسب تطورات السوق أنه نجموا نعاودوا لزمة أخرى. الهدف الثاني هو مالي، لأنه الهدف الرئيسي هو تطوير مداخيل الدولة. احنا اليوم كما قلنا عندنا مداخيل تاع 14 مليون، احنا اليوم توصلنا أنه منذ اتلاق عقد اللزمة الرقم هذا تضاعف 4 مرات، لأنه المبلغ الأدنى اللي مش يعطيهون هو 55 مليون دينار في السنة، دونك هذا رقم محترم وربما كي يمشي للصندوق الوطني نهوض بالرياضة باش توفر لها معناتها مؤسسة عالمية عندها كافة القدرات باش تستوعب السوق الموازية وتستوعب السوق غير الشرعية وتولي تخدم تحت إطار القانون. دونك هذم 3 أهداف متاع اللزمة. ولكن للأسف نحب ننبه الحاجة وننبه خاصة خيانة الزملاء، لأنه فما حملة اليوم على شركة نهوض بالرياضة وتشويش على عدم معناتها إتمام مسار اللزمة. علاش؟ لأنه الناس هذيا اللي حكيت لكم على 1000 مليار فيهم اللي استثرى دون سبب، فيهم اللي ولا ملياردير في ظرف عام وفي ظرف عامين، دونك ما يساعدهمش أنه شركة نهوض بالرياضة بحد. فما خطة كاملة بدأت ببعد سياسي أنه حتى إلى يعني يتطوروا إلى ضرب العلاقات التونسية الإيطالية. فما شكون يحب أنه يربطها بمعاملة إيطاليا للشبان التونسيين اللي يغادروا في إطار الهجرة السرية، دونك يحبوا يسيسوا. فما شكون يحب يربطها حتى بإسرائيل. دونك هذا الناس للأمانة إجراء، ناس حاطين ميزانية باش يوظفوها في ضرب شركة نهوض بالرياضة تنهز المليار. اليوم مستعدين يحطوا مليار باش يشوشوا على شركة نهوض بالرياضة، باش يشوهوا لها سمعتها، باش يشوشوا ربما حتى يعطيوا معطيات مغلوطة لبقية المؤسسات تاع الدولة على اللزمة والهدف منها.